الله إذا حب إنسان يحدث حدث في الكون يخليك أقسم بالله ما تتردد في هذه المحبة. أعظم الحب حب الله. الله إذا حب إنسان، تدرون من ينادي أول شيء؟ الله، جبريل عليه السلام. الله ينادي جبريل، يا جبريل، فتحدث إيش؟ رجفة في السماوات، فيصعقون الملائكة. الله جل جلاله ينادي فيصعقون الملائكة، ما يدرون ايش يصير، في وحي أو في شيء. فيذهب جبريل إلى الله عز وجل، فيقول الله سبحانه وتعالى لجبريل: يا جبريل، أحب فلان ابن فلان فإني أحببته، أو أحب فلانة بنت فلان تراني أحببتها. فتخيل جبريل يأخذ هذه المحبة وينزل إلى السماء السابعة، فيقول: أحب فلان ابن فلان فإن الله أحبه. فيحبون أهل السماوات السبع، السبع كل السماوات تحب هذا الإنسان، فينزل له قبولا في الأرض. الله يحب أمور. من الأمر الأول، الله يحب المتقين، الله يحب الصابرين، الله يحب المتصدقين، الله يحب المتطهرين، الله يحب التوابين، الله يحب اللي يبر بوالدينه، الله يحب اللي يصلي، الله يحب اللي يتسنن، الله يحب اللي يكون صادق، الله يحب اللي قلبه أبيض، قلبه خلوق طيب، الله يحب العفو.